الشرف ديالنا تعيين السيد وزير الصحه اللي الداودي كمندوب على اقليم طنجه لعده اعتبارات. اولها التجارب الفاشله في المسؤوليه منذ 2013 بالخميسات، ثم طنجه كمدير مركز الشفاء الجهوي محمد الخامس. جات لجان ديال التقارير تم عزلهم من الخميسات، جا لهنايا تم عزله كذلك من هذه المسؤوليه هذه. فيتم زعما تم في 2016 تم تعيين ديالو كمندوب بالنيابه، لان بقى المنصب شاغر، تم تعيينه كمندوب بالنيابه. فهاد من 2016 حتى الان الى يومنا هذا اثبت على انه غائب تماما، الاهمال التام، الاهمال التام لواجبه لا الاداري ولا المهني الى اخره. فهاد الوضع غير سليم، كون انه اثبت التجارب والتقرير المجلس الاعلى للحسابات ذكر، وهي منشوره وثيقه منشوره الان تثبت بالارقام وبالملموس ان تدبير اختلالات فاسده في التدبير ديال الموارد البشريه والماليه لما كان مدير المستشفى. ونجيو اليوم نعطيوه مندوبيه يعني 6 7 المستشفيات و40 ديال المراكز الصحيه، اذا نحكموا على هذا الاقليم بمزيد من الارتكاس، مزيد من الفشل. حنا واعيين منا كشغيله صحيه كنبدلوا، لان هذه المشاكل اللي خلف التدبير ديال هذا السيد هذا في مركز الشفاء محمد الخامس ولا لا، كلها تأدي الثمن ديالها الشغيله الصحيه العامله بالمستشفى. ولما كان كذلك مندوب، عدد ديال الملفات اللي هي راها في الاداره ديال المندوبيه لما كان بالنيابه لم تعالج، وضعت مصالح ديال الناس وتهدر. كما قلت وذكرت على ان حتى المجالس المنتخبه كمجلس العماله وكجماعه قزنايا كيشكيو وتسعوه المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه، حتى فكروا انه شي صيغه لدوله الالزام بها الى اخره وكذا. هذا الشيء حنا كنعتبروا على انه لا يصلح كمسؤول على تدبير القطاع الصحي بهذا الاقليم، ولذلك نطالب السيد الوزير بتصحيح هذا التعيين هذا، وتعيين كفاءة قادرة. وقطاع الصحة الحمد لله له من الكفاءات يعني المهنية والإدارية، خريجة المعهد، وحتى يعني من كل الكفاءات الحمد لله في كل الفئات إلى آخره، قادرة على إلى آخره سميتو. لما تشبث بشخص أثبت فشله هذا ما